معرض وسائل شامل للمواد والمباحث العلمية والإنسانية، وكمان شمل اللجان، أعمال اللجان المختلفة في المدرسة، اللجنة الصحية، اللجنة الثقافية، اللجنة العلمية، لجنة المكتبة، لجنة الإرشاد. أجا هذا المعرض نتاج لشغل الطالبات والمعلمات طوال الفصل الأول وجزء من الفصل الثاني. هذا المعرض يدل على أنه الطالب يجب أن يكون مرتبط بواقعه وبحياته عن طريق وسيلة المنهاج والمحتوى. الكتب المدرسية لا يمكن أن تصل المعلومة فيها بدون وسيلة معينة جاذبة للطالب وتجمع أحاسيسه المختلفة البصرية والسمعية واللمسية والجميع الجوانب. طبعا الوسائل التعليمية احنا بنوليها أهمية عظيمة أو كبرى لفائدتها على المعلم والمتعلم، وبنشجع إنتاجها في المدارس بالوسائل البسيطة المتوفرة بين أيادي الطلبة. فهي بالنسبة للمعلم بتساعده في تحقيق الأهداف التدريسية بمستوياتها المختلفة المعرفية والمهارية والوجدانية، وتسهل توصيل المعلومة إيصال المعلومة إلى الطالب، وبنفس الوقت بتساعده على مراعاة الفروقية الفردية للطلبة، وبتوفر عليه وقت وجهد كبير في الحصة. بالنسبة للمتعلم هي فرصة أنها تنوع في خبرات المتعلم سواء وسائل مرئية أو مسموعة أو تجارب عملية، فبالتالي تثري الطالب وبتساعده أنه يوظف أكبر عدد من الحواس، وكل ما وظف الطالب أكبر عدد من الحواس بالتالي استفادته بتكون أكبر. الشيء المهم بالنسبة للطالب أنها دائماً بتستثير الدافعية عنده بالحصة والمشاركة والاهتمام، لأنه فيها عنصر التشويق زي ما أنتم شايفين. وبالنهاية بيكون المردود النهائي هو بقاء أثر التعلم، بحيث أنه يحتفظ الطالب بالمعلومة فترة أطول لمدة زمنية أطول ويسهل على استرجاعها.